الآن نتوقف مع زاوية لأجل الكلمة للصحفية لينا يعقوب رئيس القسم السياسي في صحيفة السوداني، ونتابع موضوعها الذي كتبت عنه اليوم تحت عنوان عمل بصيرة. حكت في المقدمة أنها وجدت خبرا في عدد الجمعة من صحيفتها السوداني أثار دهشتها الأمر الذي جعلها تتصل بزميلتها التي حررت الخبر لتتأكد من حقيقة فحواه. يقول منشية الخبر: الغرامة 50,000 جنيه وإلزام مستشفى مكة بعلاج 34 شخصا أصيبوا بالعمى. عبرت لينا عن دهشتها قائلة: هل يتخيل العاقل والمجنون أن تعاقب المستشفى التي تسببت بفقدان بصر المرضى بتعويض مالي يذهب أولا إلى وزارة الصحة؟ وهل تعلو العقوبات الإدارية على الأضرار الإنسانية والأخلاقية؟ وهل يكفي أن يكتفي المستشفى بعلاج المرضى فقط؟ مضت لينا تحكي عن قصص مشابهة حدثت في دول أخرى وكيفية تعامل تلك المؤسسات معها، ومن ضمن القصص التي أوردتها قصة خطأ طبي أدى لإصابة طفل عمره 12 عاما بالشلل في دولة الإمارات، الأمر الذي جعل المستشفى يدفع تعويضا قدره 7 ملايين درهم لأسرته. وعادت ختاما لتتحدث عن واقعة مستشفى مكة وتقول عنها: كنت أتوقع أن يتم تسفير المرضى للخارج لتلقي العلاج وتعويضهم ملايين الجنيهات للضرر البدني والنفسي والمالي الذي وقع عليهم، ولكن هيهات.